دي بتبقى رائعه. اعتقد ان في كتل سياسيه رئيسيه كلها ممثله، هنسمي كتله موالاه موجوده في مستقبل الوطن، في قناه الوطن، في الشعب الجمهوري. اعتقد ان في كتله من الاقليه والمعارضه المميزه، الوفد العريق، الاصلاح والتنميه، المصري الديمقراطي، التجمع، حزب النور نجح له 7 في الفردي، حاجه رائعه. كل الاطياف السياسيه ممثله، اعتقد هنسمع اكتر من صوت. كمان التوزيع النوعي، كمان في عندنا طبعا لاول مره 30% من البرلمان تقريبا يبقى سيدات، كثير من الشباب. الحقيقه برلمان ثري ان شاء الله، يعني يسري الحياه السياسيه سواء بوجوه جديده وبالخبرات الموجوده، ان شاء الله هيبقى افضل برلمان على مدى العصور السابقه ان شاء الله. ايه اول حاجه هتقدمها على اداه برلمانيه تستخدمي؟ خليني نتكلم على يعني قبل الادوات الرقابيه، اتكلم على الادوات التشريعيه. القوانين طبعا انتوا عارفين انا مهتم بالصحه، عندي قوانين في الصحه الرئيسيه، اولها طبعا اللي هي المسؤوليه الطبيه، قانون مزاولة مهنة الطب والصيدلة، كمان كثير جدا جدا من القوانين اللازمة اللي هي تغليظ العقوبة على غرس الدواء. عندنا قوانين مهمة جدا، عايز يحصل إعفاء 75% للمستشفيات الآلية على الكهرباء والغاز أسوة من النوادي الرياضية. فعندي أجندة تشريعية في الصحة. أكيد إحنا كحزب كمان هنتبنى القضايا الشائكة بالقوانين، زي أحوال الشخصية، زي قانون الإيجار القديم، زي المحاكمات العسكرية. الحزب متبني أجندة تشريعية رائعة بإذن الله. برضو بالنسبة للأدوات الرقابية، لا، في طلبات إحاطة كثيرة جدا، وخاصة في مجال، بالنسبة لي أنا في مجال الصحة، مواضيع خليها في الجلسة العامة نصيرها عشان تبقى وقتها نحيط الوزير علما بهذا الموضوع. استجواب مطروح، تأمل إنه ممكن المجلس جاي يناقش استجوابات؟ برضو في الفترة السابقة يعني مساعدين دروم البرلمان اللي فات بعدم وجود استجواب، لأن لازم كان أساساً نحن بندعم ركائز الدولة أنها تبني الدولة الجديدة. لكن أنا برضو عايز أقول مساعدين مزايدة على موضوع الاستجواب، الغرض منه سحب الثقة، لأن الاستجواب غرضه سحب الثقة، يعني إقالة الوزير. خلينا نقول في هذه الظروف، هل البلد تستحمل ان احنا نقيل وزير، ولا نستعمل جميع ادوات الرقابيه الاخرى في ان احنا نعدل مسار هذا الوزير، سواء من طلب مناقشه في سياساته او سؤال او طلب احاطه؟ ده كل دي ادوات رقابيه اعتقد انها اقوى من الاستجواب. ظلم للبرلمان ان يحسب له كم استجواب قدم.